هدى، عايزة أسألك إيه أكتر حاجة كانت، يعني الأجواء بقى بتاعة المشاريع، إيه أكتر حاجة بالنسبة لكم كانت مفاجأة؟ يعني هقول لك أنا ليه بسألك. إحنا طول الوقت عندنا، إحنا جايبينكم النهاردة نغش منكم، يعني عندنا سؤال كبير، هو فعلا إحنا قادرين نقدم المشروعات بتاعة الدولة مظبوط، ولا الناس شايفاها عناوين في أخبار؟ كنتوا بتفكروا في الموضوع ازاي قبل ما تبقى ده مشروع تخرجنا، وبعد ما بقى مشروع تخرجنا شفتوها ازاي؟ هو احنا في معظمنا كتير جدا ما كانش عارف حاجه، يعني أصلاً. انا واحده من الناس فاجئت بكم المشاريع اللي حصلت والمشاريع العظيمه فعلا اللي حصلت في الدوله الفتره اللي فاتت او اللي هتحصل. انا نفسي بعد ما خلصت وعملت دراسات وجمعت معلومات كتيره جدا، عملتي لو بتصحي بدري بتشوف صباح الخير يا مصر هتعرفي فعلا اتفاجئت بجد، وفعلا رؤيتي لا اتغيرت، يعني في حاجات كتير ايه ده، لا بجد دي حاجه كويسه جدا كده. حلو، يعني بصي اجابتك دي تفرحني، انه الاهم من ان احنا اتخرجنا وجبتوا تقديرات انه شفتوا بلدكم بشكل تاني، يعني فعلا فعلا.